علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا، فسهل علينا يا أرحم الراحمين، وافتح علينا جميعا فتوح العارفين. على بركة الله نبتدئ حلقتنا هذه في هذا اليوم المبارك. على بركة الله شيخ إبراهيم زغوان، توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ترتيب. والوالدات يرضعن أولادهن لمن أراد ورش أن يتم خلف حمزة. نعم. الرضاعة الكسائي. لا خلينا ماشي، هو لأن هذه على أيوة على المذهب التفصيلي ما فيهاش. نعم. لا تكلف، لا تضار والدة. أيوة. ابن كثير يتوقف ابن كثير أبو عمر وأبو عمرو جعفر ويعقوب وأبو جعفر ما والدة بولدها ولا مولود له بولدها، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا عليهما. واقفوا يا يعقوب. نعم. تسترضعوا. هذا المنفصل. أيوة. يبقى هنا يتوقف المنفصل، جماعة المنفصل ومعهم خلاد. أن أتوقف يا مياه. نعم. لا هذيك مد لازم للكل. إيه. لا تضار والدة بولدها. زي قالون زي شو سوى. نعم. وإن أردتم أن يبقى الصلة هو أول حاجة نعطف الصلة لقالون. يبقى قالون ما ذهب معه فيش حد مش معه. نعم. وإن أردتم. أيوة. تو نجيب الصلة. تمام. جيب التوسط لقالون. نعم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. جماعة التوسط كلهم مشوا مع قالون إلا دور يا أبو عمرو طبعا لأنه واقف لهم. تمام. لو نجيبوا خلاد.
وإن أردتم أن تسترضعوا. لا لا خلات. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. عندنا الإمام حمزة هو يقرأ بطول المنفصل، ما يهمش لو جبنا له قصر العارض يمشي، لأنه هو مذهب حمزة طول المد المتصل طول المد المنفصل، ولكن العارض يبقى عنده فيه ثلاثة أوجه. فيعني مش معنى هذا أن لما نقرأ لحمزة بطول المنفصل وإلا بطول المتصل نقولوا ما نعطوهش من العارض إلا الطول، لا، بالنسبة للعارض له فيه ثلاثة أوجه. أيوة تمام. لو نجيبوا الصلة لقالون. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. تمام. طبعا نشوف التوسط على الصلة. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. تمام. طبعا احنا قالون عند القصر في المنفصل وعند التوسط، إذا أتينا بالقصر يبقى لنا في المد العارض ثلاثة أوجه، أما إذا أتينا بالتوسط فليس له إلا التوسط أو الطول، حينئذ ينتفي القصر على الصحيح. يعني لو نجيب ابن كثير، هاي لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم. ما آتيتم. مدهاش. فصل أتيتم. أيوة. نعم. إذا سلمتم. أعيدها مرة ثانية. وإن أردتم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. أيوة. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. تمام. تو أبو عمرو. تو نعطفوا عليه. أبو عمرو. سوسي وين وقف؟ ما عندهاش، يبقى أبو عمرو كله. وإن أردتم أبدأ من هنا. لا وإن أردتم. إيه من هنا من هنا. وإن أردتم أن تسترضعوا. لا قصر. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. تمام.
أو جيب هذا تو قالوا اسمه أبو عمرو. أبو عمرو كله دوري أبو عمرو. لا جناح عليكم، السوسي ما عندهش إدغام، لأن لا إدغام في العين إلا في زحزح عن النار بس. تمام، نعطفه توسط للدوري توا. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. تمام، تو أبو جعفر. لا، تو بنجيب يعقوب. فلا جناح عليهما. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. تمام، توا جيبوا أبا جعفر. لا تضار والدة، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أيوة، والآن يجي دور خلف. خلف حق. نعم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. تمام، يأتي دور ورش. طبعا ورش عنده في هذه الآية خمسة أوجه. الوجه الأول اللي هو فصالا بالترقيق، بترقيق اللام، ويأتي عليها في البدل ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والطول. وعلى كل طبعا معروفة أوجه العارض. إذا جبنا القصر عندنا في العارض ثلاثة أوجه، وإذا أتينا بالتوسط عندنا في العارض وجهان، توسط والطول. وإذا أتينا بالطول لنا في العارض الطول فقط. وبعدين التغليظ، التغليظ في فصالا عليه التوسط وعليه الطول.
على التوسط وجهان في العرض، وعلى الطول طول. هذا بالنسبة لأوجه تمام لورش. تفضل. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. طيب، بصير فيها كم وجه وانت ماشي على قصر على قصر البدل؟ فيها ثلاثة أوجه. ثلاثة؟ كم وجه فيها؟ الشيخ إبراهيم يفكر فيها. طبعا ثلاثة في العارض، هذا معروفة، قصر وتوسط وطول، لكن عندنا حاجات أخرى مع العارض. ذكرهاش يا شيخ إبراهيم. إشمام. يبقى عندنا ثلاثة العارض وثلاثة الإشمام. نفس ما يأتي على العارض يأتي في الإشمام. وعندنا أيضا الروم. الروم يأتي على القصر فقط. شكي ولا؟ نعم. على القصر فقط. هذا إيش؟ لما إحنا ماشيين بالقصر، ولو حتى إحنا ماشيين بالطول، يعني لو ماشيين مثلا بطول البدل ما عندناش إلا طول القصر، ما عندناش إلا طول العارض، يبقى حتى الروم يأتي على طول العارض. يأتي لأن إحنا ماشيين بالطول، يبقى وما دام إحنا كلمة بصير ما نقفوش عليها إلا بالطول، يبقى نجيبوا فيها الروم بالطول، ونجيبوا فيها العارض الإشمام بالطول برضو، حتى يمشي نفس البرنامج. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. تواجبنا توسط البدل وإن أردتم أبدال من النياه. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. طيب، في هذه الحالة احنا جبنا توسط البدل، بما ان ليس لنا في العارض الا التوسط او الطول، برضو ناخذ في الروم، ناخذ التوسط الروم ناخذه
دي ما ناخذه أقصر واحد. ما دام احنا عندنا التوسط، لما نجيبوا توسط البدل نجيبوا التوسط في العارض، يبقى نجيبوا التوسط والطول في العارض، بينما الروم نأتوا فيه بالتوسط فقط، والإشمام نأتوا فيه زي العارض بالضبط، لأن الإشمام ديما يوافق العارض يعني توسط وطول. فهمتوا هذه؟ نعم. أيوة، لأن ما نبهناش عليها قبل. نعم، توا بنختصر الطول وجبنا التغليظ في صالة. نعم. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. تمام. فصالا جبنا فيها تغليظ، وجبنا عليها التوسط في البدل، ولنا في العارض توسط طول، ولنا فيه الروم مع التوسط، ونختصر الآن تغليظ وطول البدل. طول البدل نختصروه على التغليظ، والآن نأتي بسكت لخلف. تفضل. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. طيب تعليق كويس. تمام، عدي الآية اللي بعدها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. تمام. أرتبها. الذين يتوفون منكم صلة. والذين يتوفون منكم هذه الصلة. ويذرون أزواجا يتربصن خلف لأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح فيما فعلنا توسط. أيوة، في أنفسهن هذا التوسط، توسط المنفصل يبقى. تمام، توا
قالون ذهب معه أبو عمرو. أيوة. أبو عمرو ويعقوب. فيهاش حاجة موقوف عليها بالها هي. والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا تربصن بأنفسهن، طبعا ما وقفناش عليها، تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجرهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله بما تعملون خبير. نعم، توجبنا التوسط. يبقى قالون يمشي معاه أبو عمرو ويعقوب. نعم. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. تمام. طول لورش. تو نجيب الطول. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يمشي معاه خلاد. يمشي معاه خلاد. تو نجيبه خلف. هاي. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. صل الآن. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. باهي. توسط على الصلة. توسط على الصلة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. كملة من مشي برا. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. باهي. أرتب توا. ولا جناح عليكم صلة. نعم. فيما عرضتم به من خطبة النساء. واقف هو. واقف هو. أبو جعفر واقف. نساء. نساء. خطبة النساء أو. نسائي أو نافع وابن كثير و... طبعا ابن كثير واقف. يبقى ليقرب بتحقيق الأولى ويدال الثانية يا أهل سماء. أهل سماء ومعهم أبو جعفر ومعهم رويس. هؤلاء جميعا يقرؤون بتحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية يا. يبقى توا احنا
جماعة اللي توقفوا هنيا هي اللي هو نافع. لا وين نافع. توقف نافع؟ نافع اللي هو يعني ورش. ورش توقف في النساء. نساء لأن فيها طول. وقف في المد المتصل. نعم متصل هو وحمزة. أيوة باي خطبة النساء أو نساء أو يبقى عندنا ابن عامر. ابن عامر أنا بنت وعاصم. وعاصم والكسائي وخلف العاشر وروح. وروح هؤلاء يتوقفوا في التحقيق. نعم يبقى منو ماشي معنا توا؟ ماشي خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ماشي في ابن كثير وأبو عمر. باهي باشي لا ابن كثير لا واقف الصلة. واقف واقف الصلة أبو عمر ورويس. أبو عمر ماشي هو ورويس لعند وين؟ خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. نعم وين واقف؟ ما زال هلا ما زال نقولنا توا ماشي. أيوة ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى. سوسي يبقى هني توقف. سوسي يبقى قالون يمشي معاه دوري أبو عمر على القصر ويمشي معاه رويس توا ولي للسوسي. ولا تعزموا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. تمام. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل هو جب التوسط لقالوا. نعم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. تمام هذا قالون توسط مع هدوري أبو عمر على التوسط. تمام لو نجيبه ابن عامر ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
لما انتهوا جماعة التوسط كلهم طبعا جيبوا أروح هاي مازال السلة مازال اي مازال نعم جيب روح توا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنانتم نساء أو حققت الهمزتين رويس لا لا مش رويس رويس بدري بشيء معاهم هذا روح تحقيق أيوة تحقيق الأولى والثانية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في لا لا أنفسكم لا هو يقع بالقصر نعم أو أكن ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم آهي هو جيب ورش ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم تمام طبعا سرا ما ينطبقش عليها ما ينطبق على ذكرا هذه ما فيهاش إلا الترقيق فقط نتيجة ترقيق الراو بس لكن كونها وجهين زي ذكرا لا لا هذيك بروح سترا وذكرا هذيكم عليهم بروح لكن سرا ما يجمعهم العيش لأن هذه سرا أراها يعني مشددة ما ينطبقش عليها زي ذكرا وسترا نعم أول جيبوا حمزة خلفوا الأولون شوفوا هاي تفضل ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم سكت توجيب له ولا جناح يبقى حمزة كله مشي مع بعضه حمزة كله مشي مع بعض نعم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم هذا قالون معه ابن كثير تو أبو جعفر توجبنا التوسط على الصيلة قبل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أكننتم في أنفسكم أو أكننتم أعد ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم أيوة أبو جعفر ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء لو سمحت شيخنا عندي سؤال نعم بالنسبة لغنة الإخفاء نعم من خطبة النساء نعم الغنة هنا تكون مفخمة ولا مرققة يعني الخاء مفخمة لا ما هي الخاء مكسورة نعم هي مفخمة لكن احنا عندنا مراتب التفخيم يعني عندنا خمس مراتب هذه تأتي في المرتبة الخامسة الأخيرة فيه تفخيم لكن مش تفخيم كثير يعني لأن احنا عندنا أعلى مراتب التفخيم المفتوح الذي بعده ألف صفة موجودة يعني ايه ثم المفتوح ثم المضموم ثم الساكن ثم المكسور ففيه تفخيم لكن ليس كتفخيم الخاء لما تبدأ مفتوحة وإلا مضمومة فهمتني توا؟ فهمتك أنا أيوة نعم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
من خطبة النساء وكننتم. الهمزة الأولى محققة والثانية مبدلة يا. نعم. خطبة النساء نعم. من خطبة النساء يوم. أيوة كويس. من خطبة النساء ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. لا ما ما عندش توسط هو صحيح وما عندش توسط منفصل. نعم أي أعد أو أكنن. لا ما عاد نبدو لابد لما نبدو نبدو البدء الصحيح. نعم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. تمام. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. بارك الله فيك وفتح الله عليك سامحنا تعبناك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم